يستضيف البنك المركزي المصري اجتماعات الدورة الاعتيادية 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة يومي الأول من أكتوبر 2024، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. تسبق الاجتماعات ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة، وذلك يوم 30 من سبتمبر الجاري. من المقرر أن يتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، ويأتي على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم اليقين المرتفع وتواتر الصدمات، بالإضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية. أكد وزير المالية أحمد كوجك ضرورة العمل على حجز المزيد من مصادر التمويل من القطاع الخاص للاستثمار في الدول النامية ودفع جهود التنمية. خلال مشاركته في اجتماع البنك الآسيوي للاستثمار، أكد الوزير أهمية تنويع أدوات التمويل المتاحة للدول الأعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خاصة التوسع في إصدار الضمانات وتوفير تمويل بالعملات المحلية. عقد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء شركات عالمية على هامش مشاركته في معرض إينوترانس 2024 في برلين. وبحث الوزير مع رئيس شركة ألستوم الفرنسية مستجدات مشروعات المونوريل وتطوير الخط الأول للمترو. كما ناقش الوزير مشروع إنشاء مجمع صناعي ضخم في برج العرب لتوطين صناعات السكك الحديدية، مما سيوفر فرص عمل ويعزز من التصدير. أنهت البورصة المصرية نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه. ربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.149 تريليون. مع صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر إيجكس 30 بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 31,276 نقطة. كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 7,425 نقطة. وصعد مؤشر إيجكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10,577 نقطة. في أسواق البترول العالمية، سجلت أسعار النفط ارتفاعا حيث عوض تأثير ارتفاع الطلب على الوقود وانخفاض المخزون الأمريكي من المخاوف بشأن الطلب في مناطق أخرى. وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب برنت بنسبة 12% ليصل إلى 73 دولار و55 سنتا للبرميل. كما صعدت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% ليصل إلى 69 دولار و73 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.27% لتصل إلى 2.10 دولارات للتر. كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.81% لتسجل 2.32 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقت الحكومة الأمريكية على معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام دون تعديل وسط قوة الإنفاق الاستهلاكي. أكد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني ارتفع بمعدل سنوي غير معدل بلغ 3% خلال الربع الثاني. انتهت جولتنا مشاهدينا الكرام، أعود إلى دينا وإيمان. شكرا لك مصطفى ميزار.